أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم مدد يا رب مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، واجعلنا أسعد خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأحب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأفرح خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين، آمين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، يتكلم الشيخ، نقرأ في كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين، يتكلم في المرة السابقة عن القسم الإلهي، مما يفتح الله به على عباده ويمدهم بمدده المطلق من غير حول ولا قوة، وإنما قسم إلهي محض. فيقول إيه؟ ثم أعلم أن هذه العقبة اللي هي عقبة العلم، التي هي عقبة العلم عقبة كؤود، ولكن بها ينال المطلوب والمقصود. فلو وفق للعلم يبقى رب ده محض فضل، وإذا ما وفقش يبقى ربنا أرد كده، ها؟ كما ورد في الحديث إيه؟ خيركم من تعلم العلم وعلمه، أي مطلق الخير وكماله وأعلى لمن تعلم العلم وعلم. خلاص، فده قسم إله، توفيق، محض توفيق من الله تعالى، لكن بها ينال المطلوب والمقصود، اللي هي عقبة العلم دي، نفعها كثير وقطعها شديد، عايز مدد من المهدي إلى اللحد، ها، مع المحبرة إلى المقبرة، وخطرها عظيم، لأن عليها مضار صحة الأعمال والقبول للأعمال والإخلاص وما إلى ذلك. كم من عدل عنها فضل، عدل عن طريق العلم فضل، أو فضل إيه؟ الضلال هو إيه؟ الجهل، الضلال هو الجهل، خلاص، ولا الضالين اللي هم الجهلاء، عارف الأشياء على غير حقيقتها، خلاص، علم الأشياء على غير حقيقتها أو غير إيه مرادها وأصلها. وكم من سلكها فزل، إن إيه يسقط في زلل نتيجة عدم البحث الجيد والتوفيق. وكم من تائه فيها متحير، وكم من حبر منقطع، وكم من سالك قطعها في مدة يسيرة، وآخر متردد فيها 70 سنة. 70 سنة يتردد في تلك العقبة ولم يعني يصل فيها إلى الحد الأعلى أو الحد المطلوب. والأمر كله بيد الله عز وجل، اللي هو محض القسم الإلهي. أما نفعه فعلى ما ذكرنا من شدة الحاجة، من شدة الحاجة للعبد إليه، وبناء أمر العبادة كله عليه، لا سيما علم التوحيد وعلم السر. وأما نفعه، أي نفع العلم، فعلى ما ذكرنا من شدة الحاجة للعبد إليه، أي شدة حاجة العبد إليه، وبناء أمر العبادة كله عليه، لا سيما علم التوحيد وعلم السر، لأن دي من العلوم العميقة ذات الفهم الدقيق، واضح؟ علم التوحيد وعلم السر. الفقه خفيف، يعني الفقه يعني أنت تجده صعب، لكن رغم كده بالنسبة للعلوم دي فهو علم خفيف، ليس فيه القوة والشدة والعمق والدقيق كعلم التوحيد والسر. فلقد روي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام فقال: يا داود تعلم العلم النافع. قال: إلهي. فقال: إلهي، وما العلم النافع؟ فقال: أن تعرف جلالي وعظمتي وكبريائي وكمال قدرتي على كل شيء، فإن هذا الذي يقربك إلي. الله الله.
طيب ماشي، يعني ده طبعا من الإسرائيليات المنقولة لكن معناه صحيح، ها إنما يخشى الله من عباده العلماء، نص الآية، من العلماء، من الذين يخشون الله هم العلماء، خلاص، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقد روي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام فقال: يا داود تعلم العلم، تعلم العلم النافع. فقال: إلهي، وما العلم النافع؟ قال: أن تعرف جلالي وعظمتي، إلى الخشية من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أن تعرف جلالي وعظمتي وكبريائي وكمال قدرتي على كل شيء، فإن هذا الذي يقربك إلي. الله الله، هذا نص في أن أقرب الناس إلى الله تعالى أعلمهم بك، خلاص، إني أخشاكم لله وأتقاكم له. فالخشية من العلم ها أدت إلى التقوى والقرب، ماشي، فإن هذا الذي يقربك إلي. وعن علي كرم الله وجهه أنه قال: ما يسرني أن لو مت، أن لو مت طفلا وأدخلت الجنة ولم أكبر فأعرف ربي، فإن أعلم الناس بالله أشدهم خشية وأكثرهم عبادة وأحسنهم في الله سبحانه وتعالى نصيحة. وعن علي كرم الله وجهه أنه قال: ما يسرني أن لو مت طفلا وأدخلت الجنة ولم أكبر فأعرف ربي، يعني هذا لا يسرني أن أنا يحصل لي ذلك، ها، إن لو ليه يقصد إيه؟ الموت طفل أي موت قبل البلوغ، والموت قبل البلوغ لم يرجع عليه القلم فيدخل الجنة بغير حساب، ما فيش حساب، خلاص. فيقول: ما يسرني أن لو مت طفلا وأدخلت الجنة ولم أكبر فأعرف ربي، فإن أعلم الناس، اللي يسرني بقى إن أنا أكون أعلم الناس بالله، أعلم الناس بالله، فإن أعلم الناس بالله أشدهم خشية وأكثرهم عبادة وأحسنهم في الله سبحانه وتعالى نصيحة. أي ما يفرحني، ما يسرني، ما يفرحني أن أموت طفل، خلاص، أنه لو كبر هيبقى إيه، يتعلم يكون أكثر قربا من الله تعالى، لأن المراد مش دخول الجنة، المراد القرب من الله تعالى. ها، طب ما المعنى ده؟ أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرر ذلك، إيه، إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، سألوه إيه أعلى حاجة في الجنة، خلاص، لأنه بعطائه هو سبحانه وتعالى وليس بسؤالك أنت ولا بعملك، واضح؟ هو عايز يقول ايه؟ انا عايز ابقى عالم بالله، ابقى عندي علم بالله تعالى، واكون اشدهم خشيه واكثرهم عباده واحسنهم في الله سبحانه وتعالى نصيحه، حتى اكون قريبا منه. مش المراد ان انا اموت طفل قبل البلوغ فادخل الجنه بغير حساب، لا، المراد ان انا اتعلم، اعلم ايه الخشيه لله تعالى والعباده، واكون حسن الظن به والنصيحه به. واما شدتها، اي شده العلم، أي شدة عقبة العلم، فابذل نفسك في الإخلاص في طلب العلم، وليكن الطلب طلب دراية لا طلب رواية. الله الله، واعلم أن الخطر عظيم، فمن طلب العلم ليصرف به وجوه الناس إليه، ويجالس به الأمراء، ويباهي به النظراء، ويتصيد به الحطام، فتجارته بائرة وصفقته خاسرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليفاخر به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. قال: وأما شدتها، أي شدة عقبة العلم في السلوك فيها، العقبة يعني عاملة زي إيه؟ زي المطب، الشيء المرتفع الذي لا تستطيع أن تعتليه، خلاص، فالسيارة عنده تقف أو سرعتها تقل نتيجة إيه؟ الطلوع والصعود والشدة، واضح؟ وأما شدتها
أي شدة عقبة العلم، فابذل نفسك في الإخلاص في طلب العلم، وليكن الطلب طلب دراية لا طلب رواية. الطلب الدراية أي الطلب اللي فيه التفكر والتدبر، طلب الرواية طلب الحفظ، لا يكون طلبك طلب حفظ وإنما طلب تفكر وتدبر، ده مراد الشيخ هنا. لكن الرواية لا يستغنى عنها، الرواية لا يستغنى عنها في العلوم كلها خلاص، فكل العلوم بالرواية، حتى الفقه الشافعي بالرواية، اسندنا للإمام النووي ثم للإمام الشافعي ثم لابن عباس لابن مسعود وهكذا. وأما شدتها فابذل نفسك في الإخلاص في طلب العلم، توجيه النية دايما مطلوب في كل حاجة خلاص. ولذلك ابتدأ العلماء كتبهم بإيه؟ حديث إنما الأعمال بالنيات، كالبخاري وغيره، وقال الأئمة كما شرحنا في كتاب في الأربعين وفي غيره من حديث الإيه الأعمال بالنيات، إيه إن يستحضر النية عند كل عمل. قال فابذل نفسك في الإخلاص في طلب العلم عشان تحصل لك البركة، ها، وتتحصل العلم بدون إيه مشقة شديدة. وليكن الطلب طلب دراية أي فكر ونظر وتدبر، لا طلب رواية فقط. يعني طبعا الرواية مطلوبة كما قلنا، لكن لو خيرت بين الرواية والدراية فاختر الدراية لا تختر الرواية خلاص. الحفاظ كثيرا جدا من الحفاظ لم يكن فقيها، كثير جدا، وتلاقيه إيه لكن من جمع بين الحفظ والفقه زي النووي وابن حجر جمعوا الخيرين خلاص، والخير كل، لأنه أصبح عند الحافظ الذي ليس بفقيه يقول هذا الحديث منكر أو هذا الحديث شاذ، بينما يستطيع الفقيه الذي جمع بين الحديث والفقه أن يجمع بين الطريقين ويقول لا ده مش شذوذ. حتى الإمام النووي يكتب ذلك في صحيح مسلم في شرحه، يقول إيه، ها يقولون هذا الحديث شاذ لأنه أتى بطريق مخالف، أنه طب ما هو يمكن الشذوذ ده هو رواه مرة زي إيه، رواه مرة عن شيخه ومرة عن شيخ شيخه، يقول لا ده اضطراب. يقول لك ليه الاضطراب؟ قابل مرة شيخه ورواه عنه وبعدين قابل شيخ شيخه ورواه عنه، مش ممكن كده؟ طب وليه ما نحسنش الظن بالرواة وطالما أنه هو ثقة ولم يجرح ولم يقدح في عدالته؟ يبقى ده الرأي النووي، وده رأي موافق للقواعد الفقه والأصول والحديث خلاص، بخلاف أن روى الحديث ينظر إلى إسناد، فإذا وجد فيه زيادة مثلا كالمثال الذي معنا يقول خلاص ده فيه هنا شاذ ومعروف، في تضاد، ها. وليكن الطلب طلب دراية أي فقه وتفكر وتدبر، لا طلب رواية أي قدم التفكر والتدبر على الرواية. واعلم أن الخطر عظيم، فمن طلب العلم، الخطر في طلب العلم عظيم، فمن طلب العلم ليصرف به وجوه الناس إليه عشان الناس تلتفت إليه وتقول ده عالم خلاص، خلي بالك ده معنى قلبي. ولذلك أما تيجي رايح الدرس تستحضر نيتك تقول يا ربي أنت قلت، ها، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ها، فأنت لا يستوون، والأفضل الذين يعلمون خلاص، فاجعلني منهم يا رب العالمين، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن لا إله إلا الله، فأنا أريد أن أعلم أنه لا إله إلا أنت وأتبحر في ذلك. وأن تستحضر أحاديث سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ها، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع كالمجاهد، ولو مات طالب العلم يموت كأجر شهيد خلاص. ويقول إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا، فالإنسان هو يتذكر أنه في حلق العلم كأنه في روضة من رياض الجنة خلاص، ها. وهكذا الأحاديث الواردة في ذلك الفضل، يتذكر آية أو حديث وساري يأتي إلى هنا، ها، يتذكر الآية ويستحضرها في قلبه فتحصل له بركات ونفحات من الله تعالى، وهذا مجرب عندنا خلاص. واعلم أن الخطر خطر أي في سلوك طلب العلم عظيم، فمن طلب العلم ليصرف به وجوه الناس إليه عشان الناس تقول هذا عالم، ها، يبقى اهتم بنفسه أهو، ويجالس به الأمراء ويباهي به النظراء، يتناظر مناظرة اللي هي الإيه اللي هي المجادلة الغير محمودة، ها، ويتصيد به الحطام أي حطام الدنيا، فتجارته بائرة وصفقته خاسرة،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليفاخر به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وقال هذا رواه الترمذي، ها، وهذا الحديث رواه الترمذي عن كعب بن مالك الأنصاري الخزرجي، ورواه ابن ماجه عن ابن عمر. طيب، قال أبو يزيد البسطامي، أبو يزيد البسطامي رضي الله رحمه الله تعالى: عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم وخطره. ده كلام سيدنا أبو يزيد رضي الله تعالى عنه، وهو سلطان العارفين الملقب بسلطان العارفين طيفور بن عيسى البسطامي من بسطام بطريق نيسابور. قال: عملت في المجاهدة 30 سنة من الأول، وربنا يوفقه أن يجاهد نفسه لله، نفسه وشيطانه ودنياه يجاهدهم لله. فأول بداية المجاهدة العلم كما قلنا، وهذا مسلك أيضا أبو اليزيد. فقال: عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم وخطر. إن كل ما يتعلم نفسه تفرح بالعلم ويعتقد أنه بقى يعني إيه ده شأن النفس، إن يفرح بالعلم عن الجهل، وينظر للجاهل عن أنه بقى جاهل أنقص منه في الدرجة، فينتج عنده كبر وينتج عنه عجب وما إلى ذلك، فخطر عظيم العلم ده. خلاص، ولذلك لازم يتذكر أن فوق كل ذي علم علي. قال: عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم وخطر. خطر العلم إنه ما بيتعلم يبقى فيه خطر ينتج عن ذلك العلم، وهو إيه؟ ما ينتج عنه من الآفات من العجب والرياء والكبر وغيرها. الحمد لله على التوفيق، كذلك نص إيه الشيخ الشارح. قال: وإياك أن يزين لك الشيطان فيقول لك إذا كان قد ورد هذا الخطر العظيم في العلم فتركه أولى، فلتظنن ذلك. فلقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت ليلة المعراج على النار فرأيت أكثر أهلها الفقراء. قالوا: يا رسول الله، من المال؟ قال: لا، بل من العلم. فمن لا يتعلم العلم لا يتأتى له أحكام العبادات والقيام بحقوقها كما ينبغي. ولو أن رجلا عبد الله سبحانه عبادة ملائكة السماوات بغير علم كان من الخاسرين. طيب، إن ينتج عن العلم آفات، بس إيه؟ ما هذا الآفات دي تذهب إزاي؟ أذهبها إزاي؟ أو أعرف إنها مش موجودة إزاي؟ أو لو وجدت أزيلها إزاي؟ طيب، قال: وإياك أن يزين لك الشيطان فيقول لك إذا كان قد ورد هذا الخطر العظيم، أول من تسعر به النار عالم. خلاص، ثلاثة: عالم، ها، فيقول: تعلمت العلم فيك يا رب. قل: تعلمت ليقال عالم وقد قيل، فيؤمر به فيشعر على وجهه في النار، والعياذ بالله تعالى. يقول: إياك أن يقول لك الشيطان، أن يزين لك الشيطان فيقول لك إذا كان قد ورد هذا الخطر العظيم في العلم فتركه أولى. إن أنا بقى أتركه عشان أبعد عن الخطر ده، فلا تظنن ذلك، ها، فدي وسوسة الشيطان. فلقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت ليلة المعراج على النار فرأيت أكثر أهلها الفقراء. فقالوا: يا رسول الله، من المال؟ قال: لا، بل من العلم. فمن لا يبقى هنا كأن الحديث انتهى هنا، لأن مش حاطط علامة عندك في النسخة أنه انتهى. طيب، يبقى الكلام فمن لا يتعلم العلم. طيب، طيب، مش خرجوا الشيخ، مش مشكلة. طيب، قال يبقى إيه؟ إن فمن لا يتعلم العلم لا يتأتى له أحكام العبادات والقيام بحقوقها كما ينبغي. وقلنا إن العلم بالله هو الخشية، وهو إيه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء.
فإيه العلم ينزلك مقام الخشية، والخشية تنزلك مقام العظمة والتعظيم لله تعالى، ثم بعد كده تنزلك في مكان الرحمة، ها إنه هي يرحمك، ها وحسن الظن بالله، كل ده من العلم. فمن لا يتعلم العلم لا يتأتى له أحكام العبادات والقيام بحقوقها كما ينبغي، أي على الوجه الصحيح. ولو أن رجلا عبد الله سبحانه وتعالى عبادة ملائكة السماوات بغير علم كان من الخاسرين. إن العلم هو الجناح الأهم، الجناح يساوي جناح الإيه؟ الإخلاص. فيجب أن يكون جناحان حتى يطير العمل إلى الله تعالى ويقبل، العلم والإخلاص يكون بالاثنين. أنا قلت على حتة وما شرحتهاش. فشمر الورق ده صح. فشمر في طلب العلم بالبحث والتلقين والتدريس، واجتنب الكسل والملال والملال، وإلا فأنت في خطر الضلال والعياذ بالله عز وجل. إن العلم أحسن من الضلال، هو خطر عظيم، لكن العلم ها لأن الله لا يتركك قط، كلما ولو ذهب ولو سرت إليه خطوة، كما ورد في الحديث القدسي: من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إنك أنت قصدت بعلمك وجه الله تعالى واستحضرت تلك النية حتى يقربك إليه، وتخشى وتتحقق بمقام الخشية من الله تعالى تحققا لإقامة حق العبودية له، وإنزال نفسك في مقام العبودية له، وإظهار مقام الربوبية سبحانه وتعالى، مش هيتركك خلاص. قل لما أنت تمشي خطوة هي إيه؟ أتيته هرولة، من أتى إلي، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال: فشمر في طلب العلم بالبحث والتلقين والتدريس، واجتنب الكسل والملال، ما تملش من طلب العلم حتى ولو المسألة كررت عليك 100 مرة، لأنك أنت كأنك الله يهيئك لنقل العلم، فتكون ينتفع بك الناس، وتؤجر على كل من يفعل من علمك شيئا أو يتعلمه فيقربه إلى الله تعالى يكون في صحيفتك يوم القيامة، أهل ماليزيا إن شاء الله كده. طيب: واجتنب الكسل والملال، الملال الدجر، لا تسأل أو السأم، وإلا فأنت في خطر الضلال والعياذ بالله عز وجل. ثم جملة الأمر أنك إذا نظرت في دلائل صنع الله عز وجل وأمعنت النظر، علمت أن لك ولنا إلها قادرا عالما حيا مريدا سميعا بصيرا متكلما منزها عن حدوث الكلام والعلم والإرادة، مقدسا عن كل نقص وآفة، لا يوصف بصفات المحدثين، ولا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقين، ولا يشبه شيئا من خلقه، ولا يشبهه شيء، ولا تتضمنه الأماكن والجهات، ولا تحله الحوادث والآفات. طيب ده صفات الألوهية كما تتكلم عنها في كتاب قواعد العقائد. ثم جملة الأمر أنك إذا مررت، يبتدي إلى دلائل التوحيد في دلائل صنع الله عز وجل، وأمعنت النظر، علمت أن لك ولنا جميعا جميع المخلوقات إلها قادرا عالما، إلها الصفات السبعة عند السادة الأشاعرة، إلها قادرا عالما حيا مريدا سميعا بصيرا متكلما، دي الصفات السبعة اللي هي الصفات المعنوية، وقلنا أن الصفات المعنوية يقابلها أيضا صفات المعاني، وسبعة أيضا: قادرا بقدرة، عالما بعلم، حيا بحياة، مريدا بإرادة، سميعا بسمع، بصيرا ببصر،
متكلما بكلام وما تلخبطش في الكلام، بمعنى ايه؟ ما تقولش ايه سميعا باذن، لا سميعا بسمع، بصيرا ببصر مش بصيرا بحدقه وعين، متكلما بكلام ليس بلسان سبحانه وتعالى ان يشبه خلقه. فلا تشبه ذاته الذوات ولا صفاته الصفات ولا افعاله الافعال، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، كما قال الامام الغزالي في عقيدته، منزها عن حدوث الكلام، ان كلامه مش حادث، القديم صفه القديمه قائمه بذاته، وحدوث العلم، العلم قديم، والاراده ارادته قديمه. نقف عند جملة الأمر اللي هي المضار، ونقرأ المرة القادمة إن شاء الله. في أسئلة؟ نعم. قول سيدنا علي ما يسرني هذا ما نفي. ها؟ قول سيدنا ليس يسرني، لا يفرحني أني أموت صغير وأدخل الجنة، لا أنا عايز أعيش عشان أتعلم أدخل في إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأرتقي وأقرب من الله تعالى بالعلم. ها؟ ماشي، ده المراد. نعم، ارفع صوتك. ان يوفق، اولا تعلم ان الله وفقك، ان سلكت في طلب العلم، فتعرف في طلب العلم وتعلم ان ربنا كده راضي عنك وانك موفق، خلاص حصل انك نوع توفيق، ان اصبحت داخل في مجال الخيريه، خيركم من تعلم العلم وعلمه، واضح؟ فتحمد الله على ذلك. كنا بنتكلم عن المسألة المهمة جدا، وهي كيف تبرأ من أدواء والأمراض التي تنتج عن العلم، إنك ترجع دايما طول ما أنت بتتعلم، وكل ما تزداد وتحس إنك بتخشى الله أكثر، ترجع إلى حمد الله تعالى وشكري على تلك النعمة بالتوفيق إلى إنك أنت اتعلمت فخشيت، فتحمد الله على الخشية والتعلم ده، لأن التعلم يقربك من الله تعالى، ليس الجاهل كالعالم، خلاص. فالجاهل يعني بعيد عن ربنا، لا يدري عظمة الله تعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم من خلق الله تعالى عالم أن العلم، قال سبحانك لو أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، عرف بقى مقام الله تعالى من التعظيم، فقال له مش هقدر أثني عليك يا رب، أنت اللي هتثني على نفسك، خلاص. فيرجع بالحمد والشكر، يبرأ من الأدواء، من معظم الأدواء إن لم يكن كلها، إذا حمد الله تعالى وشكره على نعمة طلب العلم والنعم، هذا تؤدي هذا الحمد إلى حفظ النعمة أولا، لأن شكرتم لأزيدنكم، ثانيا إنها تؤدي إلى براءتك من معظم الأدواء والأمراض القلبية الناتجة عن العلم، إن لم يكن عن جميعها، لأنك أرجعت الفضل والنعمة والمنة لله تعالى في تعلمه بس. فده العلاج، ده الحتة اللي كنت عايز أقولها ونسيتها، الحمد لله أتت قبل أن ننصرف، خلاص. نعم، أنا جاوبت عن سؤالك كده؟ طيب، ها، مش عارف سؤالك، نسيته. الكسل والملل يعني هناك علاج؟ لما الواحد يسمع مثلا، طبعا الإنسان يطحن نفسه، اطحن نفسك كده لله ورسوله، خلاص، وخليك من الأكوان وخليك مع الله ورسوله، ده أول حاجة. الحاجة الثانية تسمع الشيخ مصطفى عمران كده رضي الله عنه وأرضاه 8 مرات يقوم بالليل يولع النور ويجيب الكتاب ويبحث المسألة، وبعدين يحط الكتاب مكانه، وبعدين يرجع ينام، ما نامش، دار الثاني ويقوم يطلع المرة الثانية، يقوم يفتح النور ويجيب الكتاب، كتاب ثاني أو نفس الكتاب، ويرجع ويراجع 8 مرات يقوم في الليلة الواحدة عشان مسألة واحدة أو تعدد المسائل، ما بينامش، وده عشان كده واصل، واضح؟ بقى اسمه الدكتور مصطفى عمران. فده الطريق يعني الله، في كده انك انت تبذل الجهد وتقيم نفسك وتستعين بالله، فاستعين بالله في طرد الافات هذه، واجتهد في التحصيل، واضح؟